السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيك ديزاين. اليوم ان شاء الله غنصايبو لي كوب كيك بلا بودغ داموند. هاد لي كوب كيك يمكن لكم تقدموهم في وجبة الكوتي لوليداتكم ولا تخدموهم في ليزانيفيرسير. باش نصايبو العجين الكوب كيك غنحتاجو 250 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال بودغ داموند، 100 غرام ديال سكر سنيدة، 75 غرام ديال الزبده اللي ديجا ذوبنا، جوج بيضات، كيس ديال الخماره وكيس ديال السكر فاني. بالنسبه للكريمه اللي غنزينوا بها فوق الكوب كيك غنحتاجوا 300 غرام ديال الشوكولا نوار ابتداء من 55% كاكاو و 300 غرام ديال لا كريم فريش، يعني نفس الكميه ديال الشوكولات هي نفسها ديال لا كريم فريش. غنبداو اولا بلي كوب كيك، غنخلطوا النواشف بوحده في هذا البول ونخلطوا السوائل في هذا البول. غنضيف الحليب ثم الزبدة وأخيرا غنزيد البيض. غنمزجهم مع بعضهم إما بطراب يدوي إما بالميكسور ديال الضو. دابا غندوز للنواشف، غنخلط الطحين مع البودغ داموند مع السكر سنيده وغنزيد اخيرا الخنيشات ديال الفاني وديال الخماره. ناخد سباتول نمزجهم مع بعضهم. فوالا ندير واحد الحفيره الوسط بحال هكا وغنزيد فيها السوائل ديالي كلها. غنكمل بالطراب يدوي، نحاول ندخل الطحين وهاد العناصر كلها مع بعضها في السوائل. غنبقاو نحركو بحال هكا حتى تجمع لنا الخليط كيولي بحال هكا خاتر. دابا غناخدو بوش غنعمروها وغنبوشيهم في الكيسات ديالهم. العجين ديال الكوب كيك ديالنا ها هو دا واجد، درناه في بوش باش يسهل علينا التعمار ديال هاد الكيسات ديالنا. قبل ما نبدا التعمار غنسخن غير الفران على درجه حراره 180 درجه ونرجع باش نعمر. كنخليو الفران ديالنا كيسخن وندوزو نعمرو لي كيسات ديالنا. كنحاولو نعمروهم ونخليو واحد لي سباس فين غادي يطلعو لينا. فوالا غنبدا هنا فوالا فهاد القدر مزيان هكا. Thank you.
كنعمروهمش حتى للفوق حيت هما مازال كيطلعوا لينا، فيهم خماره وفيهم البيض، كنخليهم داك لي سباس فين يطلعوا. من بعد ما عمرنا لي كيسات ديالنا جاوا بحال هكا، خلينا لهم لي سباس فين يطلعوا. دابا غندخلوهم للفران يطيبوا على درجه حراره 180 درجه لمده 25 حتى 30 دقيقه. من بعد ما درنا لي كوب كيك ديالنا في الفران، دابا غنلونسيو لا كريم. غناخذوا الشكلاط نديرو في الميكرووند، من غيدوب غنزيدو عليه لا كريم ديالنا. من بعد ما الشكلاط ديالنا داب، كنتاكدوا ان الحبيبات كلهم دابوا، ما بقى لنا حتى شي طريف، عاد نقدو نزيدو لا كريم فريش بارده. نبدلو غير سباتول، غناخدو فوي ونحاولو نخدمو لا كريم مزيان. نبداو من السنتر وحنا غاديين، حنا تنخرجوا دابا شويه غيتبدل اللون ديالها والشوكولا يغلب لنا على لا كريم فريش. غنبقاو كنحركو حتى ينسجم لينا الخليط وتولي لنا الكريم عندها واحد لا تيكستور عاقده شاده راسها، عاد نقدو نحبسو من التحراك. من بعد ما خرجنا لي كوب كيك ديالنا من الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا. داك لي سباس اللي خلينا هو فين طلع لينا الكوب كيك ديالنا. لي كوب كيك ها هما واجدين، لا كريم ديالنا الشوكولاته هي واجده. دابا غندوزو للتزيين. لي كوب كيك ديالنا من بعد ما كنخرجوهم مباشره من الفران كيبقاو سخانين بزاف، يعني الا درنا دابا لا كريم ديالنا تقدر هذيك الحراره تذوب لا كريم وما غتبقاش شاده لنا لا فورم اللي حنا باغيين. غنديروهم في الثلاجه لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه غير يبردوا ونردوهم باش نديرو البوشاج ديالنا. لي كوب كيك ديالنا من بعد ما بردوا غنابليكيو عليهم لا كريم ديالنا، ولا كنجيو هكا كناخذوا دابا هاد العقيقات هادو، هاد لي بونبون صغيورين بحال هكا تيكونوا في الالوان كيتكالوا، ولو كنزوقوا كل وحده مزويقات هكا. ناخذوا شكيل اخر، كنوعوا بحال هكا لا ديكوراسيون. حنا اختارينا هاد الشكيلات، نتوما تقدروا تختاروا شكيلات اخرين، تقدروا كاع ديروا وريدات بالباتا سوك تخرجوهم بالسيليكون وتضيفوهم.
ولا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو بحال هكا، كيعجبو الدراري الصغار بزاف، فيهم لو ميلونج ديال الشوكولا ولا بودر داموند كيجي زوين بزاف. لي كوب كيك ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين مذاقا وشكلا. كنتمنىكم تجربوهم ونتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله. Bop, 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 bop